وتشهد مراكز التطعيم في مختلف محافظات مملكة البحرين إقبالا كبيرا لتلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا بجرعاته الثلاث، حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم حتى مساء يوم أمس الأحد أكثر من 1,212,000 شخص، فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم 1,191,000 شخص. هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من 925,000 شخص.